تحت عنوان حياة لا تطاق، أطلقت منظمة أطباء بلا حدود مكتب الخليل تقريرها حول الإخلاء القسري لسكان مسافر يطا، تم خلاله لقاء الصحفيين وعرض فيلم وثائقي حول معاناة أهالي المسافر، والإعلان عن توصيات المنظمة التي تلخصت بدعوة المجتمع الدولي بالتدخل عاجلاً لوقف انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. من خلال هذا التقرير بنطالب السلطات الإسرائيلية بوقف الهدم فورا واتباع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. بنطالبهم بوقف هدم المدارس، وقف هدم البيوت، ووقف المداهمات الليلية. خلال هذا اللقاء أدانت منظمة أطباء بلا حدود إجراءات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين في المسافر، ودعت إلى وقف المصادرات وهدم المنازل والمدارس والعيادات الصحية وفرض القيود على حركة المواطنين ومصادرة السيارات. هذا التقرير هو تقرير احنا عم نشتغل عليه صرنا سنة. هذا التقرير بيحكي عن التهجير القسري لسكان مسافر يطا، تقرير احنا كمنظمة دولية إنسانية مندين فيه ومنستنكر كل الإجراءات الإسرائيلية اللي عم بتصير. تقرير من خلاله احنا نقلنا صورة ومعاناة الناس من سكان مسافر يطا للعالم لحتى يشوف شو الناس هناك عم بتعيش. اسم التقرير حياة لا تطاق أو حياة غير محتملة، وهي فعلا كل الظروف المعيشية اللي عم بتصير هي شيء لا يطاق بالنسبة للسكان هناك. وركز تقرير منظمة أطباء بلا حدود على الخدمات الطبية والنفسية التي تقدم لأهالي مسافر يطا، لا سيما ممن تعرضوا لهذه الأمراض نتيجة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وكيفية تقديم مراحل العلاج لهم. من خلال عملنا في المنطقة وتواجد الطاقم الطبي المتمثل بدكاترة وممرضين وقابلات إلى جانب الأخصائيين النفسانيين موجودين هناك، لاحظنا أن المعاناة اليومية لسكان مسافر يطا هي معاناة شديدة، وترتب عنها بعض الأمراض النفسية، أو نستطيع أن نقول أمراض نفسية بل هي اضطرابات نفسية متمثلة في اضطراب ما بعد الصدمة. هذا التقرير الذي ركز على التوثيق وجمع الشهادات طالب أيضا بتوفير الرعاية الطبية وخدمات الصحة النفسية والصحة الجسدية حتى يعيش أهالي المسافر في أمان وإنسانية، وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته بحقهم وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين. ساري العويوي، تلفزيون فلسطين.